يسعد صباحك عفاف. يسعد صباحك يا سلمى. صباح الخير لك. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون كله خير وصحه اكيد لكم. وكمان بدنا نقول لكل طلابنا يلي بالامتحانات بدنا نتمنى لهم كل التوفيق اكيد بامتحاناتهم، واللي عم بيحضروا ان شاء الله كمان الامتحانات القادمه ان كان لشهاده التاسع او البكالوريا كمان تمر بخير وسلام، لانه دائما بنقول هي الامتحانات بتعمل هيك شويه مشاكل بالبيت مثل ما بيقولوا عفاف، الكل بيكون هيك متوتر، فبنتمنى هيك شويه هدوء شويه هدوء وبيمشي الحال باذن الله. صحيح ان شاء الله. اكيد بدي اتمنى لكم صباح الخير بهذا اليوم وبجميع الايام القادمه، وعلى طول بدي اتمنى لكم الصحه بكل صباح. واليوم بخص نص اليوم بدي خص بالذكر السيده الاولى السيده اسماء الاسد، لطالما كنت بلسم لكل مصاب ولكل جريح ومجروح، عافاك الله وشافاك واعادك الينا بكامل الصحه والقوه والعافيه. رح نروح لفاصل صغير مشاهدينا ونرجع لنكمل سوا باقي فقراتنا. اما هلا رح نروح لمعلومات جديده وغريبه بنتعرف عليها مثل العاده بفقره هل تعلم. هل تعلم أن الأظافر إذا أزيلت جراحياً أو فقدت لأي سبب فإنها تأخذ 100 يوم لكي تعود كما كانت مرة أخرى؟ وهل تعلم أن المنجم المسمى سيبرابيلد الذي اكتشف في البرازيل أنتج أضخم سبيكة ذهب إذ بلغ وزنها 600 كيلوغرام دفعة واحدة؟ وهل تعلم أن الصينيون هم الذين اخترعوا البوصلة ونقلوها بعد ذلك إلى البحارة العرب الذين كانوا يجوبون شمال المحيط الأطلسي؟ وأخيراً هل تعلم أن الإنسان البدائي كان يعالج الجراح بالعفن الذي ينمو على الأشجار قبل اكتشاف البنسلين وبآلاف السنين؟ دائما ضمن محطاتنا الصباحية بنرجع بالتاريخ وبالذاكرة كتير لورا لحتى نعرف شو صار معنا أهم الأحداث يلي تسجلت عبر التاريخ، ورح نتابع ضمن فقرة حكاية يوم شو صار. اليوم 23 أيار، بمثل هاليوم تسجلت كتير من الأحداث. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. في عام 1911 افتتاح مكتبة نيويورك العامة وهي أضخم بناء رخامي تم بناؤه في مدينة نيويورك. وفي عام 1918 كوستاريكا تعلن الحرب على ألمانيا وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1949 الإعلان عن قيام جمهورية ألمانيا الغربية الاتحادية. تاريخ 23 أيار شهد ولادة عدد من الشخصيات، ففي عام 1707 كارلوس لينيوس عالم سويدي في علم النباتات. تاريخ 23 أيار شهد وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1906 الكاتب المسرحي النرويجي هنريك إيبسون والذي لقب بأبو المسرح الحديث. ما هلا رح نروح لمحطة تانية عفاف. نعرف كلياتنا انه خلال هذا الفصل من السنة ومع تقلبات التقصي اللي عم نعيش فيها بتكتر كتير امراض معينة منها الحساسية وغيرها من الالتهابات، لهيك تعتبر المشروبات العشبية من المشروبات اللي كتير مفيدة، واليوم رح نتعرف على عشبة المريمية وفوائدها بالتقرير التالي. المريمية احد الاعشاب المعروفة منذ القدم، هي شجيرة معمرة دائمة الخضرة ذات نكهة حادة ورائحة عطرية، تتواجد في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا. الفوائد الصحية للميرامية: تعزيز القدرات العقلية والوقاية من الزهايمر، فهي تحتوي على مركب أستروجين الذي يحفز إفراز النواقل العصبية ويساعد على زيادة التركيز وتعزيز عمل الحواس، كما تساعد رائحتها على تعزيز اليقظة والإدراك. مضاد للالتهابات والحساسية: تحتوي الميرامية على مركبات ومواد نشطة كالسينول والبورينول
التي تعزز الوقاية من الالتهابات والحساسية. تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول. تساعد الميرمية على تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول، فهي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم في التحكم بمعدلات دقات القلب وضغط الدم والحفاظ على توازن السوائل في الجسم. تعزيز المناعة وتقويتها، فهي تحتوي على مواد مضادة للالتهاب والعديد من مضادات الأكسدة كالبيتا كاروتين والفيتامين جيم. لها دور كبير في تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض المعوية والجذور الحرة المسببة للالتهابات في الجسم. فوائدها للأطفال: تساعد في التخلص من عسر الهضم، كما تحارب الالتهابات والتقرحات التي قد تصيب الأطفال، كما أنها تحسن من ذاكرة الطفل. صباح الخير عن جديد ومتابعين معكم مشوارنا الصباحي، وأولى فقراتنا رح تكون طبية وأيضا حالة من القلق وربما بتوصل لليأس ممكن تعيشها السيدة بعد الزواج، وخصوصا لما تكتشف أنه في عندها تشوهات بالرحم، وهي التشوهات ممكن تأثر سلبا على موضوع الحمل أو القدرة على الإنجاب. أكيد عفافرة رح نتعرف أكثر على هذا الموضوع، وخصوصا لما بدنا نسأل إنه شو هي الأسباب الكامنة وراء تشوهات الرحم، وهل هي أسباب خلقية أو غيرها، وشو ممكن يكون العلاج، وهل فعلا تفقد المرأة القدرة على الإنجاب. كتير أسئلة يمكن بتخطر على بال كل سيدة، رح نعرف طبعا أجوبتها مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور بسام لفلوف اختصاصي بالتوليد والجراحة النسائية. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا فيك. خلينا بالبدايه قبل ما نفوت باقي التفاصيل نعرف اليوم لما بدنا نقول تشوه رحم شو نقصد فيه بالضبط وكيف بيكون. تمام. لا، التشوهات الرحميه هي دائما اصابه خلقيه. يعني ما بيصير تشوه بالرحم يحدث بعد الولاده، هي قضيه تكتسب او توجد مع الانثى من اول ما بتخلق. هلا في انواع لتشوهات الرحم. في تشوهات قابله للاصلاح، في تشوهات الحقيقه غير قابله للاصلاح. تبدا التشوهات من غياب الرحم تماما، يعني بتخلق البنت عندها جهاز تناسلي كامل، عندها مبيضين، لكن الرحم بيكون شريطي، يعني عباره عن غشاء، لا في جوف ولا في عنق رحم ولا في شيء. وقد تتوافق حتى مع وجود مهبل أعور، يعني لا يوجد مهبل كامل يصل إلى عنق الرحم. طبعا هي حالة البنت فيها ما بس عندها طمص وما بس، يعني ما في حمل أصلا، يعني عندها بيوض، عندها مبايض بيشتغلوا. هلا هون في إجراءات وتدابير بينعمل لها. طبعا الأصعب منا هو يكون حتى المبيضين ما نفعالين. هذا التشوه الأكبر يلي ممكن تشوفه البنت بحياتها، وهذا يعني عادة صعب الإصلاح. هلأ نيجي لتشوهات الرحم بحد ذاته، في كتير أشكال، يعني إذا بنعددها منقول رحم مثلا وحيد القرن. هلأ نحن لنطلع نظرة للحياة الجنينية، هو الرحم عبارة عن جهتين يلتقوا ببعض، جهة يمنى وجهة يسرى، بشكل رحم شكله نون مثل الجاصة، مع عنق رحم يصل بالمهبل للفرج. هذا الوضع الطبيعي، بكل زاوية من الرحم يوجد قناة اللي هي قناة فالو والمبيض. هذا الاتصال ممكن ما يحدث بالحياة الجنينية، فمنلاقي رحمين منفصلين تماما مع عنقين رحم، وأحيانا مع حجاب مهبلي، فبيكون عندها مهبلين عنقين وكل رحم وحيد القرن مع جهاز لحام. هلأ هذا الأشد، الأقل شدة منه ممكن يكون جهة فيها رحم وحيد القرن معبوق، وجهة الرحم مثل ما قلت غايب تماما، صغير وغير فعال غير وظيفي.
لسه اللي بعدها انهم بيتصلوا مع بعض بس بيكون في حجاب بنص الرحم، بيقصم الرحم، بنسمي رحم ثنائي القرن. هذا الحجاب قد يكون كامل يصل الى كامل جسم الرحم، وقد يكون صغير وقد يكون صغير جدا. هذا الشكل اللي بنسميه رحم ذو قرنين، هذا الشكل قابل للاصلاح وقابل، يعني السيده هون فيها تنجب. هلا ممكن تعاني ببدايه حياتها الانجابيه من اسقاطات متكرره حتى يكبر الرحم، ممكن تسقط مره مثلا بالشهر الثالث، اللي بعدها بالشهر الخامس، اللي بعدها بالشهر السابع، بعدين بتوصل لجنين ناضج وبيعيش. هاي الاشكال ما بنعملها، اللي عم تحبل وتسقط بشكل، يعني كل مره عم يعيش الجنين اكثر بالرحم، هاي ما بنعملها شيء، هاي بنتركها للمراقبه ومنخليها تحبل اكثر. في اشكال لا، مضطرين نعمل عمليه اصلاح لهذا التشوه، بنسميها عمليه ستراسمان، اللي هي منشيل هذا الحجاب من 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 الرحم. هي اشيع اشكال التشوهات الموجوده عند الرحم، على الرحم، ومثل ما قلتي خلقيه حكما، يعني ما فينا نقول وراثيه، في فرق بين خلقيه وبين وراثيه. خلقيه هي تنشا مع هذا الجنين، يعني هذا الجنين اثناء تشكل الجهاز التناسلي حدث خلل ادى الى حدوث هذا. طيب دكتور، هل في اسباب معروفه لحدوث هاي التشوهات؟ ام هل يعني في طرق معينه ممكن صارت تنعمل، تحاليل، طرق معينه للوقايه او شيء؟ هلا اكيد ما في اسباب، يعني نحن قادرين نعرفها ونعالجها. يعني هي الاسباب جينيه، هي الاسباب دائما، يعني مو شيء عملته السيده الحامل ادى لحدوث هذا التشوه بالجنين يلي ببطنها. كثير مهم نعرف هالمعلومة هي، لأنه وقت نصادف هيك تشوه بيجي بينقال للأم، أنت بالحمل مثلا أكلتي كذا، أو شربتي الدواء الفلاني، أو عملتي الإجراء الفلاني، هذا أدى إلى هذا الشيء. طبعا هذا حرام، نحملها لهذه الأم ذنب، أكيد هذا الكلام ما هو صح. هي القضية مثل قلت لك خلقية بالمطلق، تتعلق بالجينات وبالعوامل الوراثية التي تؤدي إلى هذا التشوه. أما نيجي نقول إنه لا، في اسباب بدنا نعرفها ونتفاداها، هذا نادر جدا. طيب دكتور، اليوم لما بيكون عند السيده تشوه بالرحم او اي اخطاء بتكوينة الرحم موجوده عندها، شو هي الاعراض او المؤشرات يلي اول شيء بتشعر فيها الحاله؟ هلا دائما البنات بمرحله ما قبل الزواج هذا الموضوع ما بيكون معروف عندهم، يعني ممكن يكون عندها اضطرابات بالطمس، ممكن يكون طمس طويل الامد، يعني اعراض ممكن ما تنعرف او ينشك انه هناك تشوه. نفكر او حتى نحن التشخيص مو سهل، يعني احيانا الايكو ما بيخدمنا 100% بالتشخيص، بيخدم احيانا. هلا الطبقي المحوري المرنان تخدم اكثر، لكن اللي بيخدم اكثر هي تكون متزوجه ونعمل صوره للرحم بحد ذاته. ما فينا نقول يعني انه والله نحن نتفادى هالمشكله، تنكشف بعد الزواج وبتصير هي بدها تطلب الانجاب، طبعا بالحالات الخفيفه. اما بالحالات يلي الانثى ما عندها رحم نهائيا، او ما عندها مبيضين، او في تشوه بيمسكهم كلهم، مثل مثلا في تشوه بيسموه روكاتينسكي هاوزر مثلا، يلي ما انه موجود جهاز كله شريطي، او مهبل اعور، مهبل غير كامل، هي وبنت ما بتجيها دوره. فهي بيسالوا الاهل ليش ما اجتها دوره، بيصير استقصاءات وقتها بنكشف هذا التشوه. اما التشوهات الاخرى يلي البنت عندها طمس عاده بتنكشف بعد الزواج وقت نخطط للانجاب. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي اليوم عن الخطط العلاجية. حضرتك قلت بعض الحالات ممكن يتم علاجها، خلينا نحكي عن الخطة العلاجية. هلا نحن أول شيء نعتمد من ذلك وسائل تشخيصية، مثلا تنظير البطن قد يكون وسيلة تشخيصية، طبقي المحوري، جهاز الإيكو، الفحص المباشر. وقت نعرف نحن الإصابة شو هي، هون بقى بنصير نفكر مثل ما قلت أنا سابقا بالعلاج. العلاج حكما جراحي، يعني إذا القضية
تصل إلى أنه هاي المرة بتحبل وبيصير إسقاط. المشكلة الأكبر عند هاي المرة أنه بيصير إسقاطات متكررة. هون بقى نحن مثل ما قلت قدامنا خيارين، إذا هاي الإسقاطات كل مرة عم تقدر تحافظ على الحمل فترة أطول منتركها، سقط مرة ومرتين وخمسة، لأنه بالأخير ستصل لمرحلة تكمل حمل وبتجيب أكثر من ولد. أما وقت ما عم تقدر، يعني الحمل ما عم يتطور أكثر بمرحلة كتير بسيطة أو ما عم يصير أصلاً، هون بنلجأ للعمل الجراحي. هلأ ممكن تطور الطب أنه نعمل هيك أعمال جراحية عن طريق تنظير باطن الرحم أو عن طريق تنظير البطن، يعني بدون ما نعمل عمل جراحي، وأحياناً نضطر أنه نعمل عمل جراحي كامل. دكتور، اليوم إذا في تشوهات بالرحم أمتى ممكن يكون واصل لدرجة جداً خطيرة، أو ممكن يكون لسه ما نواصل لدرجة خطيرة، مجرد تشوه ممكن يأثر على الحمل وقدرة المرأة على هلأ المجال؟ هون بدي أقول لك شغلة، ما في شيء يتطور بتشوه الرحم. يعني ما في شيء اسمه أنه نحن لو شخصنا هاي الحالة قبل كان وضعنا أحسن، لا، هي حالة ثابتة. تمام. هلا تؤثر على القدره الانجابيه، حكيت لك طبعا تؤثر على القدره الانجابيه بالحالات الشديده، بالحالات اللي رحم ذو قرنين بسيط، حجاب بسيط، حجاب مهبلي، هدول لا بيمشي حالهم. اما بالحالات الشديده طبعا تؤثر وممكن تفقد القدره على الانجاب بعض الحالات. طيب دكتور، اليوم يعني دائما الناس بيكون عندها امل مع التطور اللي عم نشوفه، بان كان باليات العلاج او حتى بالطرق الجراحيه اللي صارت متطوره. بعض الناس بتلجا، كانت مثل ما بنعرف حاليا صار كثير عم يلجأوا لمجرد اي مشكله عم تصير معه لطفل الانبوب، خلينا ناخذ هذا الطريق السليم المضمون المأمون، نتائجه معروفة ومدروسة. هل ممكن تخضع سيدة إذا كان عندها تشوه من التشوهات مثل ما أنت قلت القابلة للحمل لطفل الأنبوب، ممكن تخفف خليني أقول فشل عملية الحمل؟ هلأ هون سؤال حلو، أنا بدي جاوب عليه بشكل عام بقى. العالم بيعتقدوا أنه طفل الأنبوب هو الحل المثالي لكل المشاكل، أنه خلص حل كل المشاكل. هذا خطأ شائع. طفل الأنبوب له استطبابات، يعني له أسباب. يعني مثلا بتجي مريضة عندها احتياطي مبيض منخفض جدا، هي أصلا الإباضة عندها بأواخرها أو راح تبلش بسن ضهي، فبتجي بتقول لا أنا بعمل طفل أنبوب، هي ما بفيدها طفل أنبوب. طفل أنبوب بفيد صبية أكثر، بقدر أنا حرضها وطلع منها بيوض أكثر. يعني مو طفل الأنبوب هو الحل النهائي، طفل الأنبوب وحدة من مراحل العلاج اللي بتخدم لأسباب معينة. بالتشوهات الرحمية طفل الأنبوب ما نو حل، يعني أبدا ما نو حل، لأنه هي عم تحبل بدون طفل الأنبوب، ما بيساعد طفل الأنبوب على حل المشكلة. هلأ في أفكار بالعالم أن نحن معنا مطروقة، أنه المرأة اللي عندها مبايض جيدة وعم تنتج وعندها رحم أبدا ما بيساعدها بالحمل، فعم يعملوا شيء اسمه رحم مستعار مثلا، يعني عم ياخذوا منا بيوض من زوجها نطاف، عم يعملوا اجنه بطريقه طفل الانبوب هون، وعم يعتمدوا على رحم اخر مؤجر. طبعا عندنا هي القضايا غير موجوده، صح. ما يعني غير مسموح التعامل فيها، لكن عم نحكي نحن الحلول العلميه الموجوده بالعالم هون بيخدم طفل الانبوب. اما لحالتها نفسها لانه هي عندها مثلا غياب رحم صغير، رحم طفلي والى ما هنالك، نقول هي بيفيدها طفل الانبوب؟ لا ما بيفيدها. دكتور، ما بدنا نكون هيك شوي كتير سلبيين ونقطع الامل لانه هي الحاله سيئه تماما. هيك شويه نصائح من حضرتك باخر دقيقتين من وقتنا، كمان انه ما بحيث ما نقطع الامل نحن، انه دائما في ممكن يكون حل لهي المشكله. يعني هلا دائما بالحياه او بالطب او بجسم الانسان في مفاجآت. تمام. يعني ما دائما نحن بالطب مثل الرياضيات 2 زائد 2 يساوي 4، ممكن يطلع 2 زائد 2 15. تمام. يعني انا دائما بقول بالطب احنا عندنا نسب، لكن بالاخير مثل ما بنقول بمجتمعنا في الله، يعني ياما وياما نحن انصدمنا بحالات انه كنا نحن كاطباء معتبرين انه هوبليس كيسز، يصير شيء يخالف يلي بنعرفه. هي الحاله بحد ذاتها يعني اني اعطي تفاؤل فيها يعني صعب، لانه التشوهات الكبيره
موجودة وما في حل. تمام. لكن أكيد العلم عم يتطور وأكيد في حلول. يعني هلا مثلا تخيلي في أرحام هي مو رحم امرأة، رحم صناعي عم ينعمل بالعالم يحل مشكلة هيك عالم. العلم ما بنعرف لوين بيوصل. أكيد المستقبل والتطور العلمي ممكن يعطي حلول لمشاكل نحن هلا بنشوفها معقدة وصعبة كثير. أكيد نتمنى الكل طبعا يصير عنده أولاد. أكيد. دكتور بسام دائما بتعطينا المعلومات الدقيقة والصحيحة، شكرا كثير لوجودك معنا ويسعد صباحك. كلكم ذوق ويسعد صباحكم وشكرا لكم. نتمنى أكيد السلامة للجميع والله يطعم كل حدا محروم من الأطفال الذرية الصالحة. شكرا لك دكتور. شكرا لكم. هلا أهلا وسهلا. مكملين فقراتنا أكيد معك يا سلمى. رح نروح عفاف للفقرة القانونية. كثير بنسمع عن مصطلح الفرو، هو انتقال ملكية عقار معين أو محل تجاري أو حتى ربما شركة بعناصرها المادية والمعنوية، لكن شو يعني الفروغ ضمن عقود الإيجار بالمحال التجارية وغيرها؟ أكيد من التفاصيل يلي رح نتعرف عليها. أكيد سلمى اليوم رح نتعرف مع الأستاذة المحامية رنا ديب يلي اشتقنا لوجودها أكيد بصباحاتنا ودائما بتغنينا بالمعلومات يلي عندها. ممكن كتير أوقات نحنا بنكون بنجهلة أو غايبة علينا، اليوم رح تخبرنا الأستاذة رنا كيف ممكن نتصرف في حال الفروغ ويكون كل العقد يكون كله أمان بالنسبة لنا وللطرف الثاني. صباح الخير يا أستاذة وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك عفاف، صباحك سلمى، وصباح الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك اليوم بالمعنى القانوني لكلمة فروغ، شو المقصود فيها وخصوصا لما بتكون مرتبطة بعقد الإيجار للمحلات التجارية؟ نعم، هلا مبدئيا سلمى كلمة فروغ بحد ذاتها هي كلمة غير قانونية، ويمكن الناس ما بتعرف انه كلمة الفروغ هي كلمة شائعة متداولة بين اصحاب المحلات التجارية، ولكن اذا بدي احكي عنها كمصطلح ما في مصطلح بالقانون ولا بالقانون المدني ولا بالقانون التجاري ولا بقانون الايجارات شيء اسمه فروغ. هلا ممكن يكون استخدموها ليدلوا على شيء معين متعارف عليه لحتى الناس تعرف، بس عمليا بالقانون كلمات القانون مختلفة تماما. نحن عندنا بالقانون شيء اسمه متجر وليس فروغ. شيء اسمه متجر. ما هو المتجر؟ ولحتى الناس توصل للفكرة بشكل سهل، إذا عطيت مقارنة بين البيت والمتجر رح يفهموا تماما شو الفرق وشو معنات الفروغ اللي هن بيتداولوا. لما بحكي أنا عن محل تجاري اللي هو متجر، أنا ما بحكي بس عن مكان وسقف وحيطان وعقار، مثل لما بيكون عندي بيت للسكن. بيت للسكن بيت، فت على البيت شفت كم غرفة، شفت شو إله منتفعات، شفت شو مواصفاته، انتهى الموضوع. هذا كل شيء، هذا كل شيء بخص البيت. بالنسبة للمحل التجاري في عنصرين أساسيين، في العقار كعقار اللي هو مثل البيت، وفي شيء اسمه العناصر المتجر. مثلا لما بيكون عنا نحن خليني أقول أي ماركة معروفة، أي محل تجاري ما بدي أذكر أسماء بس يعني مشهور جدا، فهذا المحل مو بس هو المكان، هو الاسم التجاري، هو البضاعة الموجودة بهذا المحل، هو الزبائن اللي بيكون إلى يمكن سنين طويلة، فأخذ هذا المحل العقار قيمة من خلال وجود الشخص اللي هو صنع عناصر المتجر. صنع لنفترض صيدلية، فبيكون في عنا أدوية، في عنا مستحضرات، في عنا اسم الصيدلية، في عنا اللوغو اللي هو ما بيتقلد، العلامة التجارية، إذا كان في براءات اختراع أخدينا الشخص اللي هو مسؤول عن هاي العناصر، اللي هو بيكون أحيانا بما أنه طلع في عنا مفهومين اللي هو عقار كعقار وفي عنا عناصر للمتجر، أحيانا بيكون في عنا مالكين، منقول نحن مالك رقبة وهو الشخص الذي يملك المحل، المحل كعقار، وفي عنا مالك المستأجر اللي العالم بتقول عنه، المصطلح العام بيقولوا عنه مالك الفروغ. هذا المستأجر هو اللي بيكون له اسم تجاري، هو اللي بيكون له زبائن، هو اللي بيكون له علامة تجارية، المستأجر. أما المالك أو مالك الفروغ بيقولوا له، أو مالك الرقبة اللي هو بيملك المحل كعقار. هذا بالنسبة للمصطلح الفروغ اللي سألتيني عنه سلمى. طيب اليوم أنا بدي أنهي العلاقة الإيجارية بيني وبين الطرف يلي مأجرته، كيف ممكن تتم هاي العملية ضمن وفق القانون الجديد؟ تماما، وفق القانون الجديد اللي صدر بعام 2015 اللي تحدث عن، هو قانون إيجارات كامل، رح ناخذ منه اليوم شق إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للمحلات التجارية. القانون في ناس كتير ما كانت راضية عن طريقة إنهاء العلاقة، وفي ناس كانت راضية. إجمالا القانون حاول بقدر المستطاع يعمل عملية توازن، لحتى الحقيقة كل الصيحات بتقول كانت إنه المالك، مالك الرقبة، شخص مغبون، شخص مظلوم، لأنه كان
مالك الفروغ بياخد أموال طائلة حق الفروغ، بينما مالك الرقبة بيطلع له شيء بسيط سواء كأجرة وحتى كقيمة عقار، فهي بتكون كتير قليلة مقارنة مع قيمة الفروغ. إجا القانون بعد كتير محاولات أخذت سنوات، يعني الحقيقة مشان اللي عم ينتقد يعرف إنه الأشخاص اللي قائمين على القانون بذلوا أكثر ما فيهم من جهد، لأنه في كتير اعتبارات بتلعب دور لما بينحط في قانون، فبيحاول المشرع يوصل لأكثر حالة قدر عليها من التوازن. بضل في مطالبات، بضل في، أنا مع إنه في غبن لهلأ لتاريخ اليوم في غبن للمالك، ولكن نحن في خطوات ومحاولات قام فيها المشرع. رح أحكي بشكل عملي شو عمل المشرع لينهي العلاقة الإيجارية. أول شيء لما المستأجر اللي هو مالك الفروغ بده ينهي العلاقة الإيجارية، صار مطلوب منه وفق القانون الجديد إبلاغ الشخص مالك الرقبة بأنه هو اليوم في حدا جاي يشتري منه الفروغ، اللي هو جاي يشتري منه عناصر المتجر، واجب عليه يخبره. إذا ما خبره بيوقع بالغلط، وهو علة من علة الإخلاء، ببطاقة بريدية مكشوفة عن طريق كاتب بالعدل، وبيعطيه مهلة، القانون طبعا بيعطيه مهلة لمالك الرقبة 30 يوم بعد تبليغه. بعد 30 يوم المفروض، أو خلال هالثلاثين يوم، إما مالك الرقبة يقول أنا بدي أشتري هذا العقار أو هذا الفروغ اللي هن الناس هيك بتعرف، فبيدفع فيه ثمن، هو نفس الثمن اللي إجا لصاحب الفروغ ولكن بنقصه منه 10% لأنه هو مالك رقبة، وإما بيقول أنا ما عندي إمكانية أشتري هذا العقار، فبالتالي يجب على صاحب الفروغ أنه أو مالك الفروغ يعطيه أو يودع له بصندوق التنفيذ مقدار 10% من الثمن المعروض عليه. طبعا ضمن يعني الكيفية والأشياء الإدارية المنصوصة عليها طريقة، يعني طريقة الدفع. هذا هو القانون الجديد اللي أنهى العلاقة الإيجارية بهي الطريقة. في شوية إشكاليات، أكيد في شوية إشكاليات، بس برجع بقول هذا الشيء اللي الخطوة اللي كان أساسا مالك الرقبة سابقا يعني ما كان يطلع له شيء أبدا. كانت كيفية، كان هو يعرض عليه هيك مرادات يعني كما يريد. في شوية ثغرات انه مثلا ان شاء الله يعني يقدروا يعدلوها، كتير طرق. هلأ الاشكاليات اللي عم تواجهنا بصراحة، احيانا صاحب الفروغ بيقول للمالك انه انا جاييني مثلا فرض المحل بيسوى مليار، بس هو بيقول له انا المبلغ المعروض علي مثلا 500 مليون مثلا، فال 500 مليون قيمة 10%، لانه هو بيعرف انه صاحب الرقبة مالك الرقبة ما عنده قدرة يشتري، فبيعرف هو انه الخيار البقيان هو انه يعطيه 10%، فلما ما هو بيقلل من السعر المعروض عليه فال 10% بتنقص، فهون صار في غبن للمالك. عم تواجهنا هيك مشكلات. ما في عندنا نحن شيء اسمه تقدير لقيمة الفروغ او تقدير يعني الحد الادنى، خلينا نقول يا ريت هاي العملية تنضبط، يعني لو تنضبط أكثر يمكن بيصير فيه الغبن أقل لمالك الرقبة. طيب هذا الشيء خلينا نقول بياخذنا لمجال اسمه التخمين. هل تخضع المحلات التجارية للتخمين مثل ما بتخضع مثلا كانت العقارات اللي بيعانوا فيها من هاي المشاكل للتخمين؟ هلأ سلمى، بالنسبة للعقارات المحلات التجارية اللي كانت تخضع للتمديد الحكمي القديمة فهي تخضع للتخمين، اما العقارات بعد 2015 وهي قليله بصراحه. لا روح شوفي مثلا خلينا نقول بالبزوريه مثلا، المحلات التجاريه بالمناطق كلها، معظم المحلات التجاريه بدمشق معظمها هي اجارات قديمه. بعد 2015 صار العقد شريعه المتعاقدين، يعني انا باجرك هالمحل لمده سنه مثلا، بعد سنه انت بتخليه كامل، ما عاد في شيء هاي المصطلحات، بس نحن مضطرين نستخدمها لانه معظم المحلات ايجار قديم، فبدها تيجي تنتهي العلاقه الايجاريه بدها تنتهي بالشكل اللي حدده القانون 2015. نجي لموضوع التخمين، تخمين على شو عم يكون؟ تخمين عم يكون على الاجره. يعني تطلع لجنه بتكشف على المحل التجاري كرمال تحدد قديش الاجره اللي لازم يدفعها مالك الفروغ لمالك الرقبه، وعاده هي بتكون عم تكون اجره كثير كثير قليله قد ما ارتفع موضوع صحيح. التخمين لانه عم يحسبوا منا التحسينات وعم يشيلوا منا قيمه الفروع، عم يشيلوا منا التحسينات اللي محسنه ما لها علاقه بتقدير القيمه، فعم تجي الاجره قليله، بس مع ذلك اكيد عم تزيد. وانا والله يعني من 6 اشهر تقريبا او اكثر شوي صار في قيم للاجره اكثر من الاول، يعني عم ياخذوا بعين الاعتبار نوعا ما. شو اليه دعوه التخمين؟ هي اولا بحق له للشخص يرفع دعوه التخمين كل 3 سنوات. في ملاحظة كتير مهمة الناس أحيانا ما بتنتبه، لأنه 3 سنوات مو من تاريخ صدور الحكم بالتخمين، من تاريخ بدء رفع الدعوة. يعني أنا اليوم رفعت الدعوة ببلش الوقت يمرق أنه 3 سنين، لأنه بيجوز القرار ياخد وقت كتير، فأنا هذا بحسبه من 3 سنين ولا ما بحسبه؟ لا، بينحسب من تاريخ رفع الدعوة بحق لي ارفع دعوة تخمين. برجع بقول دعوة التخمين إما بتكون على الإجرة أو على قيمة العقار كعقار،
بس ما في شيء اسمه دعوة تخمين على قيمة الفروغ. يا ريت يصير في دعوة تخمين على قيمة الفروغ لحتى نوعا ما مالك الرقبة لما يجي ثمن معين يكون في له حد أدنى يقدر يستفيد منه. دائما عم نسمع من أصحاب المحلات عم يواجهوا كتير مشاكل عم تعترضهم خلال فترة الاستئجار أو وجودهم بهي المحلات. خلينا هيك من حضرتك نتذكر أو نستذكر أهم المشكلات يلي ممكن تعترضهم. المشكلات اللي عم تواجه أصحاب المحلات مثل بقلت أول شيء مالك الرقبة، معظم مالكين الرقبة مثلا ما عندهم إمكانيات لشراء الفروغ، فعم يروح الفروغ لشخص ثالث وعم يصير في شوية غبن. نسبة 10% عم يعترضوا عليها أنه هي نسبة قليلة، عم يقولوا يا ريت 10% تصير 20% مثلا كحد أدنى. يعني برجع بقول القانون عم يحاول، صاحب الفروغ عم يعتبر انه هو بصراحه، يعني نحن ما عم نقول انه صاحب الفروغ لا يملك اي حق بالموضوع، لا، ولكن في فرق صار كتير بين صاحب الفروغ كحق مالي وبين صاحب مالك الرقبه. ولكن صاحب الفروغ عم يقول انا اللي صنعت السمعه التجاريه وانا اللي صنعت الاسم التجاري والعلامه التجاريه والبضاعه، فلما فاحيانا عم يحس انه هو له احقيه دائما. نحن الهدف لحتى نحن ما نواجه مشكلات باي علاقه، سواء علاقه ايجار المحلات ولا ايجار البيوت ولا أي علاقة عقدية، يهدف المشرع إلى إيجاد توازن عقدي يعطي كل واحد حقه. بموضوع إيجار المحلات تحديداً ما وصلنا لمرحلة من الرضا الكامل لكل الأطراف، هو يعني صعب نوصل لرضا كامل، ولكن ما زال يوجد شيء من الغبن لمالك رقبة المحل التجاري. طيب خلينا نحكي كمان عن اليوم الثغرات اللي موجودة إذا فينا نقول بقانون الإيجار الجديد واللي ممكن كمان لسه ينشغل عليها باعتبار طلع قانون ب 2015 وممكن يطلع تعديلات تلحق هذا القانون. هلأ إلي وجهة نظر بقانون 2015 لما هو قرر ينهي العلاقة الإيجارية عطى حق إنهاء العلاقة الإيجارية للمستأجر فقط، يعني لمالك الفروغ، ما عطى حق إنهاء العلاقة الإيجارية لمالك الرقبة. وهي مأخذ أنا ما بعرف يعني شو الأسباب اللي خلت ما هو المالك بالنهاية، بس هو المظلوم بكل هالقصة تماما. يعني أنت بدك تنهي علاقة إيجارية، ليش إذا خطر على باله المستأجر اللي هو مالك الفروغ يطلع، فهو بيقرر إنهاء العلاقة الإيجارية ووجب عليه أنه يخبر مالك الرقبة. طب إذا مالك الرقبة ما عاد بده هاي العلاقة الإيجارية، لا يحق له في القانون أنه ينهي العلاقة الإيجارية. ليش؟ هاي ثغرة. انت عم تسأليني عن الثغرات، هلا بجوز ممكن يكون هي تحمي بعض المهن والمحلات القديمة. اصحاب الفعاليات يعني الاقتصادية حكوا بهذا المنطق انه انت عم، ولكن برجع بقول لك لازم يكون في صيغة تحقق التوازن للطرفين. يعني احيانا صاحب بيكون في اشحاف لصاحب الفروع انه انا لما بصنع اسم وبصنع زباين وبصنع اسم تجاري وموقع معين ومكان معين بصير الي ناسي بهذا المكان، بيجي صاحب الرقبه بيقول لك انا بدي انهي، فانت برجعك للصفر. في وجهه نظر لذلك اعطى الحق بانهاء، ولكن ما عمل التوازن المطلوب لانه صاحب الرقبه عم يبقى شخص مظلوم. اذا اعطيناه للمستاجر الحق بإنهاء العلاقة الإيجارية، خلينا نعوض المالك الرقبة بتعويض مادي معين، لأنه التجار عم يكون يعني أمورهم المادية أفضل بكثير من مالك رقبة من 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 عشرات السنين اللي هي قيمة زهيدة صارت. طيب اليوم يظهر أنه في كثير من الإشكاليات يلي صارت ونوجدت بالفروقات يلي صارت بين القانون الجديد والقانون القديم، شو هي هي الإشكاليات يلي صارت اليوم وبالتالي كمان تم حلها؟ لا، هي الإشكالية اللي كانت عم تصير واللي القانون رقم 2000 اللي صدر بال 2015 عالجها هي إشكالية التعويض المادي لصاحب الرقبة. اللي هو كان ما له أي تعويض مادي، كان صاحب الرقبة لا يملك شيء، يعني محل يمكن بيسوى مليارات، يمكن أجرته السنوية هي آلاف الليرات اللي ما بينحكى فيها. إجا القانون حل بشغلتين يعني، بس نحن إشكاليتنا هلأ بحكي شو هن النقطتين اللي حل فيها كنا عم نحكي فيهم، إنه هدول النقاط غير كافية غير عادلة 100%. النقطة الأولى اللي هو أولا أوجب على صاحب على المستأجر إبلاغ صاحب كان يبيع، ما حدا يعرف يعني ما صاحب مالك الرقبة ما له علاقة، لا اليوم فرض عليه ببطاقة بريدية لسرية الموضوع عشان ما يصير في تلاعب أصلا، فرض عليه انه
يخبره بانه هو يرغب في بيع هذا المتجر، وبيكون له الاولويه صاحب الرقبه اما يشتري او ياخذ 10% وما يشتري. هي اشكاليه حل القانون 2015 ما كانت موجوده. الشغله الثانيه دعوه تخمين وتفاصيل دعوه تخمين بانه بيرفع الاجره، كمان هي كل 3 سنين صار بحق له يرفع دعوه تخمين لحتى يرفع اجره المحل التجاري بحال عدم انهاء العلاقه الايجاريه. فهن نقطتين جيدين يعني، ولكن غير كافيين. ومثل ما تفضلت سلمى وقالت قبل شوي، نحن دائما بما انه صدر قانون بال2015 فما بعيد ابدا يصدر قانون بال2024 او 25 يحاول يوجد صيغه توازنيه اكثر للعقد يحل الاشكاليات اللي عم يواجهوها مالكين الرقم. اكيد يعني اليوم كمان خلينا نحكي نقطه مهمه. حضرتك قلتي بعض هاي العقارات المشهوره جدا اللي عم تكون عم تخضع لنظام الفروغ بالمعنى الشائع هي موجوده بالحارات القديمه بالشام القديمه. صح. تماما هدول معظم. يعني عانينا بفتره من الفترات بشيء اسمه تغيير الهويه، يعني بما انه صاحب الرقبه احيانا كثير بيكون برات البلد فبالتالي بده يبيع ويخلص من المستاجر، وبعدها عم نشوف تغيير هويه لهي الاماكن، فبالتالي يمكن نصرهم شوي القانون بهذا الموضوع بانه ما يجبرهم يتركوا محلاتهم، بالتالي عم نحافظ على عدد كبير من المحال اللي موجوده كان بالبزوريه او غيرها. ولكن اليوم القانون الجديد ايضا بما يخص الاجار الجديد، خلينا نحكي عن بعض الفوائد اليوم اللي صارت موجوده وخصوصا للمحال التجاريه. تمام. هلا الفكره الاولى اللي حكيتي فيها نفسها اللي كنت عم عرج عليها بطريقه خليني احكيها بشكل مباشر. لا القانون برجع بقول حاول يحقق عداله بين الطرفين. غلب المصلحه، يمكن في عندنا نحن توازنات اقتصاديه، في عندنا فعاليات اقتصاديه كبيره بالبلد. مثل ما تفضلتي قلتي هذا مثال صغير، انه لنفترض محل تجاري له اسمه من عشرات السنين، صاحب اقرب محل مثلا صاحب الرقبة سجاد او شيء نشيله تمام. اليوم نقضي على مهنته وعلى تماما على اسمه على سمعته على زباينه. لذلك بقول لك لما حصر العلاقه الايجاريه اخذ بعين الاعتبار هي الجزئيه، حصر انهاء العلاقه الايجاريه بالمستاجر، فمالك الرقبه لو كان برات البلد لو كان عنده رغبه يبيع المحل ويخلص ما عاد له الاحقيه ياخذ هي المبادره، بده يستنى المستاجر لحتى هو يقرر انهاء العلاقه الايجاريه، وبالتالي المستاجر هو بيقدر مصلحته انه انا بهذا الوقت صار في عندي محل بمكان اكبر، صار في عندي سمعه تكفي اكثر من المكان من العقار نفسه، فبالتالي ممكن ياخذ قرار انه يبيع العقار بس بيخبر مالك الرقبه. بالنسبه للقانون الجديد، الخط العريض للقانون الجديد العقد شريعه المتعاقدين. أنا مستأجر وأنت مالك رقبة، بدي استأجر منك هذا المحل التجاري بمدة معينة بإجرة معينة، تنتهي المدة انتهى. هذا الشيء يعلمه مسبقا صاحب المستأجر، يعني ما في شيء مفاجأة له، يعلم مسبقا أنه هو بوقت معين بده ينهي العلاقة الإيجارية لما تخلص المدة المحددة. في مواضيع بتخلي العلاقة الإيجارية تنتهي من لو حتى المستأجر ما بده ينهيها، لما بيرتكب أحد الأفعال اللي حددها القانون تنهي العلاقة الإيجارية حتى لو ما كان عنده رغبة، مثل لما بيغير بأوصافه بيغير غير مسموح بتغيير أوصاف العقار، مثل لما بيأجر حدا تاني الغير بدون ما يخبر بدون ما يكون عنده علم مالك الرقبة بيشوه العقار. هاي من أسباب الإخلاء، علل من علل الإخلاء، مثل لما بيقرر يبيع وما يخبر مالك الرقبة انه انا قررت بيع، فهي علة من علل الاخلاء. صحيح. فهدول اسباب علل الاخلاء بتخلي مالك الرقبة ينهي العلاقة الايجارية حتى لو المستأجر ما بده ينهيها. يعني دائما هذا الشيء ذوقيا واخلاقيا لازم نحن اذا بدنا نخلي او شيء لازم نخبر على القليلة انه نحن بدنا نخلي وكذا، فممكن يكون هو مانو اشكال مسيء للمالك. خلينا هلا ننتقل معك لاهم النصائح اليوم لكل المحال التجارية او اصحاب المحال التجارية اللي كمان ممكن يتعرضوا لمشاكل تكون ممكن هيك شوي تاخذ لهم حقهم او تعص عليهم شوي. اليوم عفاف صارت يعني بالايجارات الجديده عم بحكي المشاكل خفيفه لانه في عندك مده معينه باجره معينه الضريبه اللي فرضوها بالماليه، في صار تدقيق تحديد أكثر للعلاقة الإيجارية، خف نوع المشاكل، فاليوم قليل ما تظهر عندك مشاكل، المشاكل عم تظهر بإنهاء العلاقة الإيجارية أو التمديد الحكمي القديم، وعالج القانون كما ارتقى أو كما استطاع خلينا نقول، ببذل كل جهد كما استطاع. نحن كقانونيين أنا مشان يعني نحل الإشكاليات اللي عم تقولي أنا أو النصائح، حبذا لو يرجع يندرس قانون الإيجارات، الثغرات اللي ضووا عليها المختصين
تتاخذ بعين الاعتبار يلاقوا لها حل بحيث انه يكونوا طرفين العلاقه العقديه مالك الرقبه ومالك الفروق مثل ما بيستعملوا الناس او المستاجر مثل ما بيقول القانون مستاجر المتجر يعني صاحب المتجر يكونوا اكثر رضا. الحقيقه نحن لحد اليوم ما عندنا رضا عن علاقه ايجار المحلات. طيب ما عم ياخذوا بهي القوانين يلي طلعت ما كثير عم ياخذوا فيها؟ لا طبعا ما في اغلب اكيد عم ياخذوا فيها اجباري لانه كله في له عقوبته، ولكن انا عم اقول انه الاشخاص المسؤولين عن وضع القانون يعملوا تعديلات جديده تناسب اكثر التوازن العقدي بين مالك الرقبه ومالك الفروع. اكيد. طب خلينا نحكي عن حاله ثانيه غير انه يكون مالك الرقبه شخص، بعض الاماكن او المحلات او حتى البيوت والعقارات هي تابعه لهيئات حكومية وفي علاقة إيجار قديم أو مثل ما بيقولوا عاطينه فترة طويلة، يعني مثلا وزارة الأوقاف في أبنية مخصصة إلى مثلا ممكن يكون قاعد صار له 30 سنة أو 35 سنة بهذا البيت وبيدفع إيجار سنوي عم يرتفع بشكل بسيط جدا. بعض أيضا المحلات اللي كانت موجودة بسوق التكية اللي هي كانت تابعة بعقود إيجار بين وزارة السياحة أو وزارة كمان الأوقاف والمحلات التجارية، هذا النوع من التنظيم هل يشمل ضمن هذا القانون او له لا اذا كان ضمن هو آخر؟ طبعا اذا محل تجاري يشمل. هلا عاده وقت عم تاجر مثلا وزاره معينه عم تاخذ على عاتقها استئجار مكان معين بيكون هدفها تعمل مشروع معين، احيانا عم يصير عندنا تقصير بتنفيذ المشروع. هي القصه سلمى ما لها علاقه بالجهه اللي يعني اكيد لها علاقه لانه هي المعنيه بالموضوع، اليوم الوزارة ولكن لما قررت انه هي بدها تخلي الاماكن قدرت تاخذ هذا القرار صح. ما قدر صاحب المحل انه هي يبقى بالمحل صح. هلا هون في عنا اكثر من عامل بيلعب دور، انا ما فيني احكي عن حاله بشكل عام لانه كل حاله لها خصوصيتها. ممكن احيانا تترجح المصلحه العامه ففي بالقانون نص بيقول لك المصلحه العامه ترجح المصلحه الخاصه، احيانا بيكون في مشروع للبلد يخدم البلد عم يصير في تقصير بتنفيذ هذا المشروع، لما عم يصير في تقصير المفروض يكون في مراقبة أكثر، تدقيق أكثر، لجان عم تطلع تكشف أكثر. بالإجمال إذا في علاقة إيجارية كمحل تجاري فهي بيحكمها قانون 2015. طيب اليوم كمان خلينا نحكي عن بعض هي العلاقات خصوصا مو بس بالمحلات التجارية بالبيوت، يعني اليوم يمكن البيوت أخف شوي ضررا من المحلات التجارية خصوصا بما يخص الإيجار القديم، ولكن بيكون أصحاب البيت متضايقين لأنه اليوم صح. تعرفي صارت الإيجارات بأرقام خيالية صح. يعني صح. لا تتناسب أبدا. هل تم دراسة هذا الموضوع؟ هلأ بس خليني أحكي أول شيء شو عم يصير بالبيوت وبعدين بنشوف شو الثغرات اللي عم تواجه المشرع. يعني البيوت مثل المحلات التجارية في بيوت تستأجر بالقوانين الجديدة فكمان هي العقد شريعة المتعاقدين، بيجي بعمل عقد معك لبيت بفترة زمنية محددة بمقابل أجر معلوم، وبالتالي انت صار لك هذا حق الانتفاع بهذا البيت طول ما الفترة لساتها موجودة. اللي عم نعاني منه موضوع الأجارات المرتفعة ما عم يقدروا يلاقوا ضبط للأسف، يعني هو المفروض يعني هي ثغرة كمان إنه يلاقوا آلية لقيمة معينة أو حد أعلى للأجار بمنطقة معينة. نحن عم يصير الأمر بصراحة جزافا، عم يطلب المالك رقم مرقوم وما في عليه ضبط بهي النقطة، هي ثغرة. بالنسبة للأجارات القديمة مشان الناس تعرف بما أنه عرجنا على موضوع البيوت، الأجارات القديمة كانت كمان مثل المحلات التجارية تخضع لشيء اسمه تمديد حكمي، يعني المستأجر حتى لو توفى المستأجر إذا كان في معه أشخاص ساكنين في البيت فهن بياخذوا حق الإجرة، يعني هذا بالقانون القديم. فشو إجا المشرع عالج هذا الموضوع؟ يمكن معظم الناس بتعرفها 40 بالـ60 أنه لما بيقرر أنه ينهي العلاقة الإيجارية فالمستأجر بيدفع 60% من قيمة هذا العقار مو 100% من قيمة هذا العقار. كان في هلا الناس بتعترض، يعني في كثير صيحات سمعتها أنه ليش بدي أدفع ليش بدي نقص من حق البيت كأنا مالك، يعني انه 40% من حقه بدي سامحه فيه للمستاجر وهو بيتي انا ماجره لا ينتفع فيه. فيها وجهه نظر، ولكن برجع بقول احيانا المشرع بياخذ المجتمع ككل. بفتره من فترات سوريا يعني خلينا نقول كانت معظم الناس مستاجره ومعظم المالكين يملكون اكثر من عقار، كان هذا الحكي قديم. ما قدر المشرع يلاقي صيغه توازنيه للمجتمع خلينا نقول حتى مو للعقود. انا مع يعني مشان ما يكون انا مع انه صاحب المالك العقار يحق له ان ياخذ
كامل ثمن المنفعة الخاصة تبعيته من هذا ملك أو العقار. والملكية حتى في القانون السوري هي محمي. حق محمي وحق مقدس. أنا أبداً أبداً ماني ضد، ولكن أنا لما بنظر لمجتمع كامل، لبنظر لناس كاملين يمكن لما يطلعوا من الأجار ما يتسامحوا بالأربعين بالمئة أو ما يندفع لهم الأربعين بالمئة إذا بدون يطلعوا بيصفوا بالشارع. فأخذ القانون يعني قد ما قدر، برجع بقول ما في شيء كامل بالدنيا، ما في عدالة أصلاً مطلقة للأسف يعني، بس عم نحاول. أخذ التوازن المجتمعي انه في اشخاص كثير كانت رح تصفى بالطريق، صحيح. فعمل هي الحل يعني نوعا ما انه 40 ب60، انهى العلاقه الايجاريه بالبيوت القديمه ووضع قوانين جديده بتناسب المجتمعات هلا، يعني بتناسب الوضع اللي بالمجتمع، انه انت بدك تستاجر بتستاجر لمده معينه مقابل مبلغ معين، بتنتهي العلاقه الايجاريه بينتهي حقك بالانتفاع. ما قدر يلاقي حل، وهي ثغره انا ما عندي حل الى كيف تنضبط. لازم المعنيين يكتبوا بعين الاجره المرتفعه، كيف انا بعطي اجره سقف المفروض يعني يكون في حد اعلى، المنطقه الفلانيه اعلى سقف لاجره اي بيت فيها كذا، هذا الرقم كذا خلص. انا بعرف لما بدي اتوجه استاجر بهالمنطقه انا بعرف هون شو بدي، شو امكانيتي، بقدر ولا ما بقدر. اما هي الارقام المرقومه وبعدين عم تزيد عم تزيد كل يعني كل سنه المطلوبه من المستاجر يطلع، لانه خلص ما عاد يقدر يدفع اجره السنه القادمه، هو بيكون عامل عقد لسنه والاجره محدده ضمن العقد لهي السنه بالذات، ما بتشمل السنوات القادمه، فبالتالي هو يعجز عن دفع الايجار. يعني كمان ما فينا ننكر سلمى وعفاف انه الازمه والحرب اللي مرقت واللي مرقت على البلد كان لها مفرزات كثير، وحده منها هي القصص، الناس كانت مستقره وقاعده بتجاره للناس. هي في ناس الحرب دمرتنا معظم السوريين، ولكن في ناس رجعت عليهم بالفائده لنفس المبدا اللي عم تحكي فيه، هذا الطمع استغلوا مثل ما قلنا نحن تجار الازمه، استغلوا حاجه الناس، استغلوا الوضع، الناس بيوتها مدمره. فوصلنا لمرحلة المفروض بقى القانون تماما، ولما بيجي الموضوع لعندهم لحتى على موضوع الدفع دائما بيستاءوا وبيصير هذا الإشكال مسيء، ومثل ما حكيتي أستاذة إنه دائما ما في عدالة مطلقة، ما في عدالة مطلقة. أكيد بس نحن بنحاول جهدنا كناس معنيين بالقانون إنه نوصل لأكثر صيغة ممكنة تحقق توازن بالمجتمع. تمام. يعني نتشكرك أستاذة، خلص وقتنا معك، شكرا لك. شكرا لك ولوجودك. شكرا سلمى. شكرا عفاف. رح نروح للأبيضين، كلياتنا بنعرف هذا المثل الشائع احذروا الأبيضين، واللي هن بيقصدوا فيهم الملح والسكر. طبعا الملح والسكر اللي هن أساس بكل شيء بحياتنا اليومية، ولكن لهم فوائد ولهم مضار. شو التفاصيل رح نعرفها بتقرير زميلتنا سونيا العلي. سونيا نصر الله. ماذا يحدث لأجسامنا عند التوقف عن تناول السكر والملح لعدة أيام؟ من المعروف أن تناول الملح والسكر بكميات كبيرة يسبب الكثير من الأضرار الصحية، وتناولهما باعتدال ودون إفراط مهم جداً وضروري لصحة الجسم. من أكثر العادات الصحية ضرراً هي تناول الأكلات الكثيرة الملح أو السكر مثل المخللات أو الحلويات المصنعة، فتناولهما يؤثر سلباً على جميع أعضاء الجسم، إضافة لإمكانية الإصابة بمرض السكر والسمنة الزائدة وارتفاع ضغط الدم، وهذا من شأنه أن يسبب أمراض القلب ويؤثر سلباً على الجهاز المناعي ككل. هذا لا يعني الانقطاع التام عن تناولهما، فعدم تناول الملح وقطعه فترة من الممكن أن يتسبب بإعياء وهبوط في الضغط، فهو مطلوب وأساسي للجسم ولكن بمعدلات طبيعية. فالانقطاع عن الملح نهائياً يسبب الإصابة بنقص الصوديوم، والاعتدال بتناوله يحافظ على صحة الكلى والعظام ويعزز صحة الدماغ. أما السكر فمن المهم تخفيف أكل الحلويات المصنعة والاستعادة عنها بالفواكه الطبيعية التي تغني الجسم وتعوضه بالفيتامينات الصحية. فانتظام مستويات سكر الدم يحد من الإصابة بمرض السكري ويحسن صحة الجلد ويقلل احتمال الإصابة بأمراض القلب والشرايين واحتباس سوائل الجسم وهشاشة العظام. لذا ينصح بالابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلية والتحلية بطريقة صحية، والابتعاد عن كل أنواع الحلويات الصناعية. على الرغم من أهمية الملح والسكر للجسم، فالإكثار منهما يسبب العديد من الأمراض والأضرار الصحية لأجسامنا، لذا علينا الاعتدال في تناولهما للحصول على الفائدة ولحياة أكثر صحة وعافية.
دائما خلال فترة الامتحانات وخصوصا هلا سلمى كل الأهل ممكن يكونوا عم يعيشوا بحالة توتر وقلق، وخصوصا يلي عندهم طلاب اليوم الشهادة الإعدادية والثانوية، ممكن يكون الضغط النفسي هو سيد الموقف اليوم وممكن كتير يأثر سلبا على دراسة هدول الطلاب وسلامهم النفسي، وكيف ممكن الأهل والطلاب اليوم يتغلبوا على هي المرحلة ويمرقوها بأكثر سلاسة وبأكثر إيجابية وبعيدة عن الضغوط النفسية اليوم. صحيحة عفاف، دائما الضغط النفسي هو أسوأ شيء ممكن يمر فيه الطالب أو أي حدا، يعني اليوم إذا شخص مريض وفي عليه ضغط نفسي ممكن ما يقدر يستجيب للعلاج. خبراء علم النفس قالوا أنه الأسرة هي صاحبة الدور الأول والأساسي بتخفيف الضغط النفسي والقدرة على تحفيز الطالب لحتى يكون عنده إقبال على الامتحان ومعرفة فعلا حقيقة هي المرحلة الدراسية اللي هي يعني مقتصرة فقط على أداء هالامتحان لحتى أنت تحصل على مرتبة تانية إن كان بكالوريا أو تاسع. ولكن للأسف الضغط النفسي اللي عم بعيش فيه الطالب عم بيحس البعض، ويمكن شهدنا وسمعنا بعض الحالات اللي وصلت للاكتئاب، بعض الحالات اللي وصلت للانتحار كلها بسبب الضغط النفسي. اليوم رح نحكي عن دور الأهل وكيف ممكن تمر هاي الفترة بسلام على طلابنا بجميع طبعا الشهادات، مع الأستاذة في طبعا الجامعة بعلم النفس الدكتورة رولا صيداوي. صباح الخير دكتورة، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. صباح النفسية صباح مرتاحة. صباح الخير إن شاء الله، أموركم كلها بخير دوما. لطلابنا نتمنى التوفيق بعد يومين الأحد فحصهم امتحانهم. أكيد طلاب الشهادة الثانوية أكيد، خصوصا هلأ هاي الفترة هي فترة كتير حساسة تعتبر لإلهم، فترة المراجعة والتحضير للامتحانات، يعني الأهل والطلاب بيكونوا بحالة قلق وخوف وتوتر رهيبة. يعني أنا من الموضوع هلأ توترت عن الأهل وفي حالة كتير سلبية ممكن تكون بالبيت وتخليهم ما يعرفوا يركزوا بالدراسة وتغيب عن ذهنهم كل المعلومات. كيف نحن اليوم ممكن نتخطى هي الحالة أو نمرقها بسلاسة بحيث أنه تكون خسائر المعلومات بالنسبة لنا أقل؟ بداية هلأ هو القلق هي حالة نحن بنقول دوما تغيير بالمزاج، تغيير بالعادات السلوكية، تغيير بالطباع أحيانا نتيجة عدة أسباب. هلأ سبب من الأسباب التهويل العام بالرفاق وبالمدرسة، الأهل، المحيط، هذا بيعملوا له ضغط أنه بكالوريا وصعبة ويعني أمر مصيري، وهو حقه، يعني هو الطالب بيشعر للحظات وآخر الأيام قبل الامتحان أنه أنا هلأ ما عاد فيني فقدت السيطرة على الأمور فأنا ما عاد إلحق. هذا سبب من الأسباب. هلأ السبب الثاني اللي هو كتير مهم بيكون من أساس بداية في عنده، هو ما عنده ثقة بنفسه أنه أنا متمكن للدراسة من المعلومات، فهذا كمان بيعمل له ضغط فترة الامتحانات. هدول السببين كتير مهمين، نحن نحاول كأهل كمعلمين كموجهين تربويين نحاول نقلل له من هذا الضغط قدر الإمكان، لأنه هو تتاخد حدا يعني الأمور. طيب دكتورة رولا، خلينا نحكي عن الأساليب اللي اليوم ممكن ننصح فيها الأهل لحتى يقدروا تمر هاي الفترة بسلاسة ويكونوا هن الدور الإيجابي خلال فترة الامتحانات. هلا هو دور الاهل كثير كبير. هلا انا ابني بكالوريا بعد يومين، نتمنى يكون علاماته ان شاء الله، يعني موفق يا رب النجاح. فهو دور الاهل مهم كثير. هلا انا بالعكس، انا ابني انا اللي عندي حاسه انه هيك مشغول بالي، هو لا هدوء، ما عنده ستريس ابدا، تمام اموره، واثق من نفسه ان شاء الله منقول. بس في سبب مهم انه الاهل بيقارنوا، بيعملوا ضغط نفسي للطالب، بيقارنوا انه فلان جاب فلان ما جاب ما راح تلحق. هلا هو الطالب بيقدر، هلا بدنا نكون محيطين بالابناء هالفتره قدر الامكان ما نتركهم. لو هو بيقول لك انا بدرس لوحدي كطالب او كطالبه، شوفي دوما البنات تبقى يعني بتركن امورها اكثر من الشباب، يعني بتنظم امورها اكثر بحكم طبيعتها، يعني هي وهيك دوما مع والدتها فبتكون منظمه امورها حتى وقت الدراسه. فنحن ما بدنا نعمل لهم هذا الضغط النفسي، بدنا ننظم لهم اموره، نجهز لهم طلباتهم. هلا بيتطلب كطلاب بيصيروا طلبات كثير، بصير بده يتحجج وبدهم يطلعوا بدهم، فنحن بدنا نكون مو هذا
الضغط عليهم، نعطيهم مساحة. يعني مو معقول كمان هو شهرين في عطلة وامتحان هالشهرين ما يفتح الباب ولا يطلع ولا يشوف حدا لأنه بكالوريا. يعني كمان هو إنسان وله طاقة وبده يعني هيك يعززها هالطاقة الإيجابية. تماماً. وممكن يكون إذا كان في تراخي زايد بالموضوع كمان يأثر سلباً، ما بدنا كتير نتراخى بالموضوع. طبعاً هاي الفترة كتير حساسة، وخصوصاً نحن جيل التسعينات سلمى كتير كنا نخاف، وممكن ما يكونوا مثل هلأ مثلاً شدة الأهل أو شدة الأساتذة الخصوصي. هلأ كتير ما بقى الأهل درسوا أو داروا بالهم على أولادهم أو حتى سمعوا لهم تابعوا لهم، كله على المدرسين الخصوصيين. فاليوم كيف نحن ممكن نخلق تحفيز جوا أو جوا ضمن العائلة لحتى أنه ما في قلق ما في خوف ما في توتر، بس بنفس الوقت يعني نعمل توازن ما كتير متراخيين ولا كتير شادين. تمام. هلا في نقطة مهمة هي الأم والأب بيعرفوا ابنه مستوى، يعني مستوى العلمي مستوى الدراسي هو بحاجة لأنه دورات مكثفة دورات جلسات امتحانية أو ما أنه بحاجة، قديش النسبة بحاجة إلها. هلأ مو غلط أحيانا حتى الطالب المتفوق بيأخذ بيستعين بالدورات والأستاذ حتى يقدر يعزز له ثقته، لأنه قد ما كان متفوق أحيانا قبل المادة ممكن يصاب بأنه ضغط نفسي ضعف بالتحصيل الدراسي. فنحن هاي الأمور بدنا نتلافاها. فأنا كأم أو كأب بدي أعرف شو مستوى ابني، بس أنا مو أول السنة مو من آخر السنة عفوا من حتى من الحادي عشر أو إذا كان صف ثامن هو من الشهادة الإعدادية، فنحن بدنا نعرف شو هالنقاط. هلأ توفير الجو قدر الإمكان في مشاكل بين الأم والأب أحيانا ما يكون قدام الطالب لأنه هذا بيأثر. معلش للضيوف يعني قد ما نحن من كرم السوريين دوما، بس الضيوف بنخففها شوي لانه بده يلتها قولا واحدا، يعني حتى لو له غرفه لحال. واغلب هلا يعني لانه بشكل عام بيكونوا بسبب انه يعني نحن كبيوت مو هالمساحات الكبيره، فبده يكون اذا في ضيف في اولاد هذا بده ياثر عليه كثير. اذا في بحاجه لا مثل ما قلنا تعزيز من قبل شخص سواء تعزيز نفسي او علمي كاستاذ خصوصي بدنا نجيب له اياه وبدنا نساعده. في نقاط كثير مهمه احيانا بيرغب يكون مثلا له رفيق، هذا رفيق فعلا نحن بنعرف انه محفز تماما وشاطر كثير يدرس هو وياه، لا مانع يعني مو نمنعه كمان نهائيا لانه ممكن انه يتلهى هو وياه. اذا كان فعلا متفوق هذا الرفيق او هي الصديقه اذا كانت طالبه لا مانع انه يدرسوا مع بعضهم. احيانا بتقول لك انا بدي اروح على مكتبه جو البيت موتر، كمان نخليهم. يعني هي مو عملية إنه حبس للطالب، لا، هي عملية مراقبة من بعد مع تقديم قدر الإمكان الأمور اللي بتخليه يقدم بالشكل المطلوب، لأنه هو لحاله الامتحان. ونحن عنا بشكل عام ليش الشهادة الجامعية من جامعة دمشق والبكالوريا إلى قيمتها بالدول برا؟ لأنه فعلا هي الأسئلة بتجي مرتبة، يعني مع احترامي لوزارة التربية وللجامعة. أكيد. طيب دكتورة رولا خلينا نحكي عن شيء كتير مهم بهاي المرحلة وأيضا بالعامل النفسي اللي هو الوقت. يعني في كتير عائلات بتبلش مع يعني طالب البكالوريا أو طالبة البكالوريا قبل بسنة، بيبلشوا بحطوه بدورات فبيضل هو مشحون مشحون مشحون، ما قدر ياخد وقت ما قدر ياخد راحة، بيوصل لعند الامتحان ما عاد قدران يتقبل يدرس ولا يراجع. خلينا نحكي عن تنظيم الوقت قديه مهم قديه هو كمان نفسي ممكن يلعب دور بنجاح الطالب. والضغط النفسي أحيانا بيكون العامل الكبير مو من الطالب مثل ما تفضلتوا من الأهل. أنا ابني ما عنده استطاعة بالاستطاعة نفسية يعني إنه أو يتلقى إنه بالصيف حط له دورة صيفية ما بده، فأنا ما بدي أضغط. ممكن أجيب له مادة واحدة، ممكن بيقول لي أنا بدي شد بالبكالوريا بدي إنه التزم بالدروس تمام، فأنا ما بدي أضغط عليه من الصيف ومن الحادي عشر. وحتى في بعض الأهالي من شهر بداية الصيف اللي مقبل على الشهادة الثانوية ممنوع الروحة والجاية وأي شيء، طب هذا بيعمل له ضغط نفسي كبير. صحيح. وهذا بيعمله هلا هو عم يلبي للأهل نتيجة أنه تربيته أنه أنا مطيع للأهل، لكن آخر شيء بيصل لمرحلة
انا بشوف كثير بقاعات كنت مع اولادي وقت يقدموا امتحانات بكالوريا، شوف كثير طالعين طلاب، يعني انا بحسن عليهم يلي منهاره واللي صار معه انه ما عاد غابت عن الوعي واللي اخذوها اسعاف. طيب هلا هو صح الاسئله ممكن تكون صعبه بس كمان في ضغط عليها كبير. هذا الضغط مين بيتحمله؟ قد يكون المعلمين بالمدرسه، قد يكون الاهل الام او الاب، قد الرفقه، كلهم ما فينا نقول جهه واحده. بس كأم انا او كأب بدنا بالاسره اذا عندهم ضغط من برا نحن نخفف عليه هون قدر الامكان. هلا اليوم او بكره بوقت الامتحان اكثر وقت بيكون له رهبه هو قبل الامتحان او لما الطالب يفيق الصبح ويقول انا هلا عندي امتحان، يمكن هي اصعب ساعه بيعيشها الطالب من القلق والخوف والتوتر. هون شو ممكن نحن نعطيه اهم نصيحه ممكن يتبع لحتى يخفف؟ في نقطه مهمه، هلا هالسنه في تكميلي للطلاب، ممكن نحن نقول لهم انه اذا على فرض هاي الماده انت ما طلعت فيها منيح، ما قدمت فيها منيح، في تكميلي، يعني نعطيهم الحل. هلا نحن اكيد نثق فيك ونثق بانك انت حتدرس حتجيب علامات، لكن نعطيهم الامر الثاني حتى نخفف له. بعض الطلاب بيروحوا بحاله نفسيه كثير صعبه وحاله مزاجيه، اذا ما في حدا يقول لهم ويخفف لهم شو ممكن يعمل؟ يعني هلا ممكن اذا ما في اهل، في قريب للعيله مقرب، في رفيق، في بنتواصل، في معلم موجه، يعني نخفف له هي الامور انه انت على فرض ما جبت، في عندك تكميلي، في فروع كثيرة انت حلمك تفوت هذا الفرع، لكن في فروع تانية ممكن تكون هي خير لك للمستقبل، لانه نحن بعدين في عنا اختيار التخصص الجامعي، هذا بين رغبة الاباء وشغف الابناء، هذا كثير صعب. الابن بده شيء والاب والام بدهم شيء ثاني، فهو بفوت تلبية للاهل، لكن بصراحة قد هو ما يشعر بهي المتعة اللي انا فايت الفرع اللي انا بحلم فيه، او ما يؤدي دوره بشكل صحيح، فكمان هي نقطة مهمة. فنحن بنخفف عليه شوي انه انت اذا ما قدرت ممكن تفوت فرع يكون فعلا خير لك، ممكن تعيدها اذا، يعني طبعا نحن ما بنتمنى، لكن في باصعب الحالات نعطيها النقاط حتى ما، لانه هو الطالب بيخجل من اهله، بيخجل من ابوه وامه او من معلمينه انه انا بعد كل هالسنة وكل هالتعب ما جيب الشيء المطلوب اللي انتم بدكم اياه. يعني هي عملية صارت الطالب البكالوريا للاسف انا بشوف انه هي احيانا منافسة وهي بس ارضاء للاهل. طيب عذرا استاذة، انا ممكن سؤالي انه هذا بعيدا عن المثاليه، ممكن مو كل الطلاب اليوم عندهم اهل يفيقوا معهم الصبح ومهتمين فيهم بهي الساعه تحديدا، شو ممكن انهم يعملوا لحتى يخففوا عن هذا التوتر لحالهم بدون اي وجود داعم جنبهم؟ هلا ما فينا نقول شو بدهم يعملوا. هلا احيانا في طلاب بيتابعوا المحطات، بيتابعوا مثلا انه مع رفقاتهم، بيتابعوا على وسائل السوشيال ميديا انه كيف الدعم النفسي. يعني هي احيانا الامور اذا ما كان في داعم من الاهل او من الرفقه او من مثلا معلم، هي ما حتتسكر الامور، ممكن يكون هو عنده ثقه بنفسه اكثر من الطالب اللي عنده دعم من كل هالمحيط، قد يكون. بننصح يعني المدارس، المعلمين، الموجه اللي موجود بالمدرسه يحكي مع الطلاب، اكيد بيكون في مجموعات يعطيهم شويه دعم نفسي، يعني هي صار دور المعلم والموجه، اذا ما له اهل مهتمين فيه يعطي، خلي دور الموجه، ما في مدرسه الا فيها موجه وبيقدروا يبعثوا له. اكيد، وبالنهايه هذا مستقبله، فاكيد لازم الاهل يكونوا على درايه كامله بأنه أي كلمة، أي نصيحة، أي ضغط هو بالنهاية ممكن يأثر على مستقبله كله بقادم الأيام. النصيحة الأخيرة تحبي توجهي لنا إياها قبل ما نختم فقرتنا لليوم؟ بتمنى أول شيء طبعاً أكيد للطلاب الشهادتين التوفيق والنجاح، ونتمنى للأهل كمان أنه يعني هيك ضبط الأعصاب وضبط النفس شوي، هنا من خوفهم عليهم، انا ما بلومهم، انا ام كمان اكيد عم تقوليها من كل قلبك، لانه كل تماما قولا وفعلا. فانا بتمنى احيانا انه يعني نحن بنقول للامهات للاباء انه يضبطوا نفسهم شوي، يعطون هذا الدعم، ما نقلل من قيمه الطالب، جاب علامات هذا طلع بايده، ما نقلل لهم انه انت جبت علامات بس هيك، شوف فلان، يعني ما نلومه، خلص اعمل اللي عليه، اكثر من هيك ما بيطلع بايدنا. أكيد. وبنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله يا رب. اكيد بنتمنى التوفيق للجميع، والسلامه النفسيه اهم شيء للجميع، وان شاء الله هيك الكل بينجح وبيجيب علامات تامه. شكرا لك استاذه. شكرا لكم. شكرا لك دكتوره، كل المعلومات اللي قدمتينا. شكرا. اما هلا سلمى خلص مشوارنا الصباحي، وان شاء الله هيك كل شيء حواليك كمان بينجح ولهم التوفيق. وصلنا اكيد لختام مشوارنا الصباحي معكم مشاهدينا، ودائما بدي اتمنى لكم الصحه والتوفيق، واهم شيء تكونوا بحاله ايجابيه دائما وبعيدا عن الخوف والقلق والتوتر، لانه متى ما سيطروا علينا حياتنا دمرت. كونوا خير من هون للاسبوع القادم. باي باي.
اكيد عفاف، بدي اتمنى لك بقيه نهار كلياته صحه وخير، واكيد لمشاهدينا مثل العاده اليوم الخميس بكره الجمعه بيست اوف لابرز المحطات يلي مرقت معنا بصباحنا. لا تنسوا تراسلونا لاي موضوع بتحبوا يكون ضمن محطاتنا الصباحيه. ونصيحتي الاخيره لكل الاهل والطلاب، هي مرحله صحيح صعبه، ولكن بالنهايه اذا قدرنا نتعاون مع بعض ونخفف عن بعض رح تمروا. اكيد الامتحانات هي مو نهايه الدنيا، والفشل احيانا ممكن يكون بدايه النجاح. ضلوا بالف خير، باي باي.